رجالة وطول عمر ولادك يا ملنا رجالة رجالة وطول عمرك عليهم مش محتاجة ولا رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منبر الصحة والجمال وإطلالة جديدة لبرنامج هي دي مصر. بداية مع موجز الأخبار، الرئيس السيسي يتابع بنفسه سيارات التعقيم السريع تحيا مصر. لم نرى من قبل رئيس دولة يهتم بصفته وشخصه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. حمى الله مصر وشعبها ورئيسها. وبداية مع فقرة بنت الصعيد. بنت الصعيد مين قدك؟ وبنت الصعيد مفيش زيك. بنت الصعيد يا مصرية. بنت الصعيد يا مكبرة ابنك. بنت الصعيد يا معلمة بنتك. بنت الصعيد يا صبورة يا مثابرة. بنت الصعيد يا متماسكة يا غيورة على بيتك ودينك وأهلك وبلدك. بنت الصعيد وسألتها انت مين يا صبية؟ قالت أنا بنت مصرية بسيطة، أنا بصحى من الفجرية وبعمل كل شيء للي حواليا وأشوف احتياجاتهم وبكمل بين الخضرة والزرعة والمية، ولكن هناك مشكلات بتواجهني وبتقابلني. بعاني كتير من المشكلات ومن الإهانة، فأنا فخورة بإني أنجبت كثير من العلماء للبلد دي. والأمثلة أهي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الشيخ محمد المراغي، طه حسين وكثير وكثير، الشيخ المنشاوي صديق المنشاوي ونجليه محمد ومحمود المنشاوي، مصطفى لطفي المنفلوطي. عندنا كثير وكثير من الأدباء والمفكرين والفنانين والمخرجين من أنجبتهم بنت الصعيد بلا فخر. بداية بنرحب بضيوفي الكرام، ومعنا الأستاذ محمود جاد سليم صاحب شركة النيل للمقاولات العامة بمحافظة إنا مركز فرشوط قرية رفاعة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الأستاذة أمال محمد سالم عفيفي عضو هيئة التدريس، أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة مع بنت الصعيد، مع مشكلات بنت الصعيد بتواجه مشاكل، عديد من المشاكل، ووعدناها إن احنا نقف جنبها ونشوف نناقش مشاكلها بموضوعية. حضرتك النهاردة بنناقش مشكلة التعليم. النهاردة لم تأخذ بنت الصعيد القدر الكافي من التعليم، تفتكر حضرتك ليه؟ أولا تحياتي ليكي ولفريق العمل المحترم، وتحياتي للشعب المصري الغالي على قلبي، وأتمنى من الله عز وجل أن يشفي مصر والمسلمين جميعا في هذا المرض. وبالنسبة للست اللي هي الصعيد أو يعني بنت الصعيد، احنا كنا في مرحلة الأول، كانت المرحلة القديمة يا دكتورة كان ما فيش أولا خالص تعليم للمرأة الصعيدية خالص، ولا ما كانش فيه أي حاجة إن هو يدور على بنت الصعيد، وكان برضك نسبة كبيرة من ولي الأمر. فالفترة اللي احنا فيها دي نحمد الله عز وجل بدأ التقدم في الصعيد، وبدأت نسبة كبيرة برضك من بنت الصعيد ان هي تتجه الى التعليم المدرسة. نعم تمام. نعم. كان في اسباب طبعا كتير. نعم. في الاول. نعم. من ضمنها المواصلات. هل بيختلف النهاردة تعليم في بنت الريف عن بنت المدينة؟
في خروجها انها تتعلم طبعاً. تذهب للمدرسه تواجه ايه هي الصعوبه اللي بتواجه والله المقارنه بنت الريف مع بنت المدينه؟ نعم المقارنه يا دكتوره انه بنت المدينه المدرسه في داخل المدينه قريبه جدا يعني بالنسبه للبيت وبالنسبه لاهلها تتحرك وتروح وتيجي الامور عاديه يعني تمام. بالنسبه لها تمام. اما بالنسبه للقرى كانت في قرى وحتى الان موجوده يعني القرى دي لا يوجد فيها اي مدارس فكان الاب ولي الامر او اذا كان الاخ الاكبر اذا ما كانش يعني موجود ولي الامر يتحكم فكان يتحكم في اخته ان هو طبعا ما يقدرش يوديها المشوار ده خوفا تمام خوفا يعني عليها من نعم بعد مزبوط المسافه مزبوط ومن حد يتعرض لها طبعا في الطريق ومن اي حاجه تحصل ليها وهي طبعا بمنتهى لان لسه لنظره البنت انها لسه ما تقدرش تخرج برضو فهي في اطار ضيق جدا ما تقدرش تخرج عن الحيز بتاعها مظبوط فبيخاف عليها لعده اسباب حتى لو كان في حتى مواصلات قريبه يقول لك لا وانا ايه اللي اطلعها من البيت مشوار بعيد عليها وطبعا انت عارف عندنا احنا برضك موضوع العادات والتقاليد بتاعت الصعيد يعني ان هو ما يقدرش يبقى في البيت موجود وبنته لسه اتاخرت بره فبيبقى فيها قلق كبير يعني بالنسبه للصعيد وبالنسبه للقريه انا بكلمك على القريه بالذات اكتر يعني تمام تمام تفتكر يا استاذه امال ايه حضرتك ليه بيقتصر التعليم او الحرمان من التعليم على بنت الصعيد خاصة يعني الأغلبية نلاقيها بنت الصعيد هي اللي لا ما تخرجش من التعليم حتى لو كان في بنت القاهرة أو بنت وجه بحري والدلتا في حرمان نوعا ما من الصعيد ولكن الأسباب بتختلف بنت المدينة عن بنت الريف أو بنت وجه بحري عامة بالنسبة لبنت الصعيد بيبقى العادات والتقاليد أول حاجة والتفكير بتاع الأب والأم احنا مش عايزين نودي بنتنا نمشيها مدرسه بعيده نوديها نجيبها لا في اطار ضيق والخوف على بنته تخاف مثلا من ابن عمها لا مش عايز يخرجها في الحاله دي بس لكن بنت المدينه حظها حلو في كل حاجه بتبقى المدرسه بتبقى حتى لو خرجت من التعليم من المدرسه بتكون هي بمزاجها بتبقى أحيانا. بمزاجها ومبسوطه يعني ما بتكونش يعني غصب عنها او ظروف قهريه لكن بنت الريف عامه مش بنت الصعيد كمان بنت الريف برضو حظها ضيق في نطاق التعليم مقفول عليها مقفول عليها مقفول عليها بس مطلعها. هو حكايه القفل على البنت والخوف الخوف الزايد من الاب والام على بنته وبالذات الناس الفقيره دي بتبقى خايفه على بنت يعني هي حياتهم كلها هي ايه يعني خوفهم على بنته العادات والتقاليد العادات طبعا وده مش عيب يعني الانسان لما يكون حريص برضك مش عيب يعني. تمام. والحرص بقى نظره المجتمع نفسه في الصعيد بتختلف للبنت طبعا. وخروجها عن المدينه اكيد ده يعني ممكن ما تفتحش الباب اللي مخرجها مين أيوة دي صح. بنت مين رايحه فين دلوقتي فين. ممكن وبعدين تتأخر. المدارس بعيده والطرق مش متهيئه تمام. يبقى بنت الصعيد بيبقى حظها وحش في التعليم بالنسبه للمدارس بتبقى بعيده كمان غير بنت يفضل فعلا ممكن الزواج المبكر أيوة. يطلعها مثلا صح. يجوزها ولما ممكن يظهر من 13 سنه 14 سنه تتجوز بنت الصعيد صحيح لو مثلا ظهرت ظهرت عليها يعني علامات يعني. بلوغ فما يرضاش أيوة. يوديها للمدرسه لا. يقول لا في بيظهر عليهم البلوغ 14 سنه 15 سنه يقول لك لا انا اخرجها ازاي وجسمها كده أيوة. كبير وتطلع بالهيئه دي وده يبص عليها وده يبص عليها فعلا يا امتى العادات والتقاليد دي هنحد منها يعني امتى هتتغير هنتغير مع العقلانيه بقى والتفكير والحياه واللي احنا فيه ده ربنا ان شاء الله ابتلاء ربنا يشيلنا منه يا رب وباذن يا الله رب. باذن الله هتبقى مصر احسن واحسن والتفكير هيبقى احسن واحسن وهتبقى بنت الصعيد في المقدمه وبعدين في بنات الصعيد نائبات وفي بنات الصعيد دكاتره وفي مش كله مش النطاق كله بنات الصعيد يعني ايه يعني في بنت الصعيد مدرسه دكتوره مهندسه مركز أيوة ورئيس كله. حي ومدير مدرسه طبعا يعني طبعاً مش البنت الصعيد لا بيبقى فيها تعليم برضو وفي بنات متعلمه وفي بنات دكاتره وفي اساتذه في قيادات وربنا ان شاء الله يطلعنا من المحنه دي على خير وتعدي مصر على خير آمين باذن الله يا رب امين إن شاء الله. يا رب شكرا ونبقى احسن لاحسن باذن الله اللهم امين احسنت يا استاذه شكرا تفتكر يا استاذ محمود حضرتك عاوزين ايه الاسباب
اللي بنخرج بيها من الأزمة نعمل إيه؟ الأسباب هي بسيطة جدا. اللي أولا خدت بالك اللي نعمله كلنا دورنا، الدور اللي هو مطلوب مننا، خدت بالك إن احنا نقف ولا هذا الهيئات المؤسسات الأفراد، لا هي نبدأ يعني أنا عندي ما شاء الله تبارك الله الشباب عندي في القرية يعني عاملين شغل حلو للقرية. هل في وعي النهاردة؟ في وعي يعني وبيعملوا وعي عندي في القرية إن هم طبعا يناشدوا ولي الأمر تمام إن هو إيه يتمسك بتعليم البنت، لأنه التمسك ده هيوصل الست إن هي توصل لمرحلة أعلى لأعلى وبالذات في القرى. يعني احنا أنا بكلمك حاليا على القرى عندي فالحمد لله. عندي برضك الأستاذ علي كامل مدير مدرسة رفاعة، أشكره على الهواء مباشرة. الراجل برضك عامل جهد كبير بالنسبة للبنات وبمحافظة جدا، وبيعمل عزل كبير بين البنات وبين الأبناء، وده مرحلة حلوة جدا. مرحلة البنت داخل إطار المكان مظبوط، وفي نفس الوقت حماية عشان ولي الأمر يطمئن. المدرسين عندي في قرية رفاعة ناس محترمين جدا، بيعملوا انصراف للبنات الأول وبعد كده انصراف للأولاد الأول، وفي نظام حلو عندي في القرية، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نبدأ بداية طيبة معاهم، وبإذن الله هيكون أفضل واللي جاي أحسن بمشيئة الله. تمام إن شاء الله. وبننوه برضو حضرتك إن احنا هنشوف مشاكل، سبقت حضرتك بأن انت قلت إن في مشاكل في قرية رفاعة محافظة إنا مركز فرشود، إن شاء الله هنتابع المشكلات الصعيد هناك بإذن الله في حلقات قادمة. وإحنا عاوزين الحلول السريعة حاليا تفرض على مين؟ اولا الحلول السريعه تفرض الاول على ولي الامر بسرعه. التوعيه اصلا حضرتك، المشكله دي مشكله التعليم بالنسبه لفتاه الصعيد بتعاني منها من قديم الازل، وما زالت ومرتبطه بعده مشاكل. يعني التعليم مثلا مرتبط بالزواج المبكر، دي مشكله تانية برضو هنناقشها ان شاء الله. التعليم مرتبط مثلا احنا بالورث الميراث، عايزين نورث كذا، عايزين البنت لا يبقى ليه، وكده كده هتتجوز وهتمشي وليه كل ده، هنعلمها ليه، هتاخد شهادة ليه، ومهما عليت من الشهادات مصيرها هتتجوز. فإذا مشكلات الصعيد مرتبطة مع بعضها، فاحنا عاوزين متداخلة. فإن شاء الله هنعرض مشكلة هنتابع مع حضراتكم ونعرض مشكلة في فقرة بنت الصعيد ومشكلاتها. تابعونا. والنهاردة بنتابع بس عاوزين نحل هذه الأزمة نطلع منها إزاي وعلى وجه سريع. ياريت الفقرات البرنامج في الأرقام على الشاشة، وأي استفسارات من حضراتكم أهلا وسهلا بالمداخلات التليفونية. ممكن نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لحضراتكم تاني ومعانا مداخلة تليفونية من الأستاذ رباح حمدي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية بني قرة بمركز الأوصية لمحافظة أسيوط. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. احنا بنشكر حضرتك طبعا عن المجهود الرائع العظيم في مركز ومدينة الأوصية في قرية بني قرة التابعة لمحافظة أسيوط في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد. ربنا يخليك يا أستاذ صفاء، وتحياتي ليك ولضيوفك ولطاقم البرنامج بالكامل. تحياتي ليك. تحياتي أستاذ رباح. إحنا بنتكلم حضرتك هنا عن فقرة بنت الصعيد ومشكلات بنت الصعيد، والنهاردة معانا مشكلة التعليم. حضرتك شايف إن بنت الصعيد تنال قدر وافي من التعليم؟ والله هو قصة تعليم المرأة وتحديدا بالصعيد بالذات أنا أرى أن ده موضوع مهم جدا، وبشكركم على التطرق لموضوع زي كده ومناقشة موضوع زي ده، لأن المرأة هي الركيزة الأساسية للمجتمع لأن هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي بتغرس القيم والاسس في بدايه كل فرد، يعني تنشئه المجتمع نفسه. الجيل. تمام يا فندم.
على اساس ان هي اساس بناء المجتمع. اكيد. ويمكن من هنا جاءت مقوله الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. ده تفسير كده، لان هي اللي بتنشئ الطفل من بدايته، وده بيترتب عليه ان الشعب بعد كده او المجتمع فيما بعد مستقبلا بيكون مجتمع طيب او سيء على حسب التربيه والتنشئه. تمام. تعليم المرأة شيء مهم، بيعزز من وعي المرأة وبينمي قدراتها وبيخلق جيل قادر على النهوض بالوطن مستقبلا. يعني التعليم ما هو شيء مقتصر على شخصية المرأة اللي تتعلم فقط، لا، ده بيؤثر في المجتمع ككل مستقبلا. تمام. والإسلام لما حث على التعليم ما حددش راجل أو مرأة، بل إنه وجه كل إنسان مسلم لطلب العلم. تمام. يعني الحديث الشريف اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، ما كانش موجه للرجل دون المرأة، كان موجه لكل مسلم وكل مسلمة. تمام. ولا يقتصر طبعا المرأة في الريف عن المرأة في الحضر. لا 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 طبعا. اطلاقا. عن الجميع. اذا المرأة في الصعيد لا تنال قدر كافي من التعليم لهذه اللحظة، او خروجها للتعليم لطلب التعليم. في السنوات الأخيرة المشكلة حصلت بشكل كبير. احنا اصبح عندنا وعي، واصبح عندنا تغير في الافكار وفي الثقافة عن الاول. اي نعم المشكلة لازالت قائمة، بس بشكل جزئي. انا لا اراها متشعبة ومتفحلة زي مثلا من 15 20 سنة لورا. تمام. في تطور حضرتك. احنا حاليا في الصعيد عندنا وفي القرى عندنا طبيبات، عندنا مهندسات، عندنا اعلاميات زي حضرتك وحضرتك نموذج لكده. الله يخليك. عندنا قيادات نسائيه، وعندنا سيدات بتدخل المجال السياسي، بتعمل في المجال السياسي ومجال الخدمه العامه في الجمعيات الاهليه والخدمه التطوعيه. احنا حاليا الوضع في الصعيد تغير تماما وبشكل كبير، وبقى في قيادات نسائيه في العمل العام. تمام. بس النماذج كتيره جدا، وعندنا حاليا علماء في الصعيد سيدات. طبعا. بس في اختلاف حضرتك بين خروج للتعليم بنت الريف عن بنت المدينه، مازال بتواجه في بعض المجتمعات بتواجه بعض المشاكل. خاصه لو كان فيه نسبه فقر عند الاسره، فاحيانا لما بتكون غير قادرة على مصاريف التعليم فممكن تفضل الولد عن البنت. تمام. كمان المشكلة الرئيسية اللي بتؤدي لكده أحيانا مشكلة الزواج المبكر. في أسر بتطلع البنت، بتبقى البنت في المدرسة. تمام. مشكلة مترتبة على مشكلة بعد الإعدادي أو بعد الثانوي وبتجوزها. للزواج. تمام. بالضبط. تمام. وبعد ما زالت برضه بعض المدارس بعيدة عن مكان الإقامة. بالضبط. ودي المشكلة اللي أنا كنت هتكلم فيها، اللي جاي أتكلم فيها بعض الأماكن. وإحنا هنا في الريف وفي الصعيد تحديدا عندنا قصة القيم وللعلم، يعني دي ليها أكثر من شق. هي أولا بتكون من ضمن العادات والتقاليد بتاعت الصعايدة شدة الحفاظ على البنت، على فكرة يعني هي مش صحيح. يحبوا يحافظ عليها أكتر، بيخافوا عليها. الحفاظ على البنت أكتر، فلما بتبقى في ظروف زي كده هو ممكن على فكرة أولي الأمر المحدود بيضحي بالتعليم بسبيل إنه يحافظ على بنته، ما يخليهاش تطلع تروح مكان بعيد أو تتبهدل في المواصلات أو الكلام ده. تمام. ده دور الدولة بقى، توفير مدارس وكل القرى وكل العزب والنجوع، بحيث يبقى فيه إتاحة أكبر وتكون قريبة من سكن الفتيات. تمام. إذا ويمكن المشكلة دي اتحلت جزئيا، إن في حاليا اتعملت مدارس المجتمع. مدارس المجتمع دي بتاخد الفتيات المتسربين من التعليم. واللي هم في سن كبير، وبتعيد تدريبهم وتعليمهم، لدرجه ان في فتيات منهم حاليا دخلوا جامعات من تعليم المجتمع. يعني هي ما التحقتش بالدراسه او تسربت من التعليم في بدايتها في بعض العزب والنجوع النائيه.
إذن ده داخل في دور ووصلت لمراحل متقدمة في التعليم. تمام، إذن ده داخل في دور كلنا. عايزين نعمم التجربة وعايزين نوفر مدارس في الأماكن اللي هي بعيدة شوية أو نائية، وده اللي بيخوف الأهالي من الوصول للمدارس للبنات يعني. تمام، ده هذا ما يجب علينا أن نفعله كلنا تجاه بنت الصعيد لكي تتعلم، أو بنت الصعيد لتخرج كلها. تمام يا فندم، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة. أستاذ كان معنا أستاذ رباح حمدي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية بني قرة بمركز الأصير محافظة أسيوط. شكرا يا فندم. أنا بشكرك وشكر لكل القائمين على البرنامج وللقناة. الله يخليك، الله يخليك، شكرا يا فندم، مع ألف سلامة، تفضل. طبعا كان معنا الأستاذ رباح، واحنا شفنا استاذه، يعني احنا كلنا مطلوب مننا مجهودات ودورنا نحو ان احنا نرجع مسؤولين ناحيه فتاه الصعيد كدوله وكافراد في المجتمع، نسعى جاهدين الى ان احنا نحل هذه المشكله. فايه الدور كل واحد مننا، الدور الدوله والافراد من وجهة نظر حضرتك؟ بالنسبة للدولة تبني مدارس قريبة، تمام، وتهيئ الطرق. بالنسبة لينا احنا بقى ايه، ندوات بقى لأولياء الأمور، لأن الأب والأم هم اللي عليهم الأساس. تمام. البنت لو الأب عايزها تتعلم هتتعلم، لكن الأب طالما حاطط في دماغه ان هي ما تتعلمش، لازم نوجه الأب اتجاه الصح، ان بنتك لازم تتعلم ومن حقها التعليم. نشوف أيوة من الفتاة أيوة نفسها، من الفتاة، يعني الفتاة ندوات بقى، ايوه ندوات بقى بتتعمل في حي، في نفس نطاق الحي، بحيث ان ايه نطور الموضوع، وبحيث ان البنت تاخد حقها وحظها في التعليم. نوادي اجتماعيه في القرى وفي المراكز. ما يبقاش في نادي، بيبقى في مثلا ايه يعني اي حاجه شباب، مركز شباب، حاجات اجتماعات على نطاق حسب ولكن تؤدي الغرض ان احنا نعمل ندوات ولقاءات جماهيريه. واهم حاجه الاب، تمام، طالما الاب يقتنع ان بنته من حقها التعليم، هو ده بس. وطبعا الظروف بقى، المجتمع بقى والدولة لازم تنتبه للحاجة دي. في بتبقى قرى ما فيهاش مدارس خالص اصلا، وفي قرى ما فيش بالنسبة للطريق التعليمية، ما فيش. ايوه صح، عشان كده بتبعد مسافات. أيوة، وده يبقى كاهل على الفتاة ووالدها واسرتها كلها. أكيد. تمام، لكن بالنسبة للام، الام نفسها بنتها تتعلم. اكيد، لان بيقول لك الام مدرسه، اذا البنت السعوديه والفتاه الصعيده. ايوه صح، نفس المشكله. أيوة، بتعلمها البنت وامها وكل السيدات عموما في العيله. ما هي بقى هي اتحرمت، مش عايزه بنتها تتحرم. العيله كلها. تمام، احسنت يا استاذه. شايف حضرتك دور الدوله اللي تعمله بقى، وتسعى للجهود المبذوله اللي تبذلها نحو تعليم فتاة الصعيد. هو دور الدولة خلق مثلا مؤسسات، السيد الرئيس تعليمية ناشد في الموضوع ده كتير. تمام، اشكر السيد الرئيس في كل الموضوعات بصراحة. فعلاً. الله يرضى عليه. بس اللي الحكومة مش عاوزة ان هي عايزين تنفيذ. حضرتك تنفيذ يعني تنفيذية. انا لما الاقي رئيس الدولة بيناشد وبيجري، فلازم نكون كلنا وراه. تمام، اكون جهه تنفيذيه، اخلق فرص للقاءات. فلما تبصي، انا عندي في قريه حتى الان ليها بتاع حوالي سنين ما فيهاش مركز شباب، عشان الشباب يتحرك ويدي الوعي لولي الامر. يقول لك هيروح فين؟ هيروح فين؟ هو عايز يجتمع، هيروح عايز فين؟ يجتمع بولي الامر. النصيب انه ربنا، النصيب انه احنا ربنا خلقنا وربنا جعلنا في هذه القريه، والمسؤولين مش في وعي خالص، متغيبين نهائي عن القريه. يعني انا معايا الشباب بيتحرك في مكان محدود. لا، من هذا المنبر يعني طبعا نطالب بجهود يعني سنه، يعني بص سنين مركز شباب ما فيش، الشباب مش عارف يتحرك، عاوز يعمل وعي، عاوز يتحرك كده ولا كده. بس للاسف احنا يجي مسؤول يروح مسؤول، يجي مسؤول وهي هي نفس. توفير اماكن للقاءات، ناس متغيبه جدا، اهمال عندنا في القريه، اهمال فوق ما تصور. لا، من جهات حكوميه وتنفيذيه يعني. طبعا عاوزين نناشد هذه الجهات بخلق فرص طبعا لعمل ندوات واجتماعات تحث على النهوض بتعليم الفتاة الصعيدية. في حد معنا على التليفون؟
تمام. في نهايه الفقره بنشكر حضراتكم الاستاذ محمود جاد والاستاذه امال. تسلمي. شكرا بحضراتكم. فرصة سعيده بيكي. الله يخليك يا فندم. نورتونا. واللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله الايام الجايه احسن، واللي احنا فيه ده نطلع منه احسن واحسن واحسن باذن الله. القادم ويكون أفضل. بلدنا خاليه من اي مرض باذن القادم الله. القادم افضل ان شاء الله. تسلمي. وتابعونا بعد الفاصل وفقره مع همسات مواطن والاستاذه الاعلاميه شمس المصري والمستشار الأستاذ أسعد. تابعونا بعد الفاصل. حسن. مساء الخير، ورجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل. فرقة مواهب، معايا الموهبة ميرفت الحسيني عمارة. من إمتى بدأت موهبتك؟ يعني من أكتر من 10 سنين. ووصلت لفين؟ إيه هي عبارة عن إيه موهبتك؟ هي موهبة شعر، وكنت بكتب بعض الخواطر، وجت جريدة اليوم الخامس في يوم من الأيام قدمت على مسابقة شعر، فأنا قدمت فيها وقدمتني الصحفية نشوى فارس بتقديمة كويسة جدا، والحمد لله كسبت وخدت المركز الثالث. والحمد لله الشعر بتاعي موجود معايا حضرتك لو تحبي إن أنا أسمعه. وهل حصلتي على جايزة على موهبتك؟ أيوة، خدت شهادة تقدير على الجايزة وعملت لي تكريم ونزل على صفحات النت كلها الحمد لله. وشعرك وصل لحد فين؟ شعر وصل لحد الجايزة اللي أنا كسبتها في الجريدة، ودي بداية. والجريدة عرضت علي أن أنا أشتغل معاهم وأقدم شعر كل أسبوع. واشتغلتي معاهم؟ لا لسه، طبعاً عارفة حضرتك الظروف اللي البلد فيها. ايوه، فاجلناها شويه. وممكن تسمعينا حاجه من شعرك؟ ماشي حاضر. ده الشعر اللي انا كسبت فيه الجايزه حضرتك. ظننته قلبا، احببته وظننت ان لقلبي نبض كقلبي، لا تقيده الدلوعي. احببته واذ انه لقلبه نبض كقلبي، احببته واذ انه قلبا بلا نبض، سراب خادع ظمأ وجوعا فتركته، ولكن قلبي يزال طفلا يعاودني الرجوع إليه. وإذ مررت وكم مررت عنده، تبكي الخطى مني وترتعد الدموع من عيناي، إذ به يفرح. ماذا يفرح؟ بكاي أم حنيني إليه؟ إنني أحببته، ولماذا تركني؟ تركني للعذاب والألم، أم للإزدياد شوقي وعذابي؟ عد إليّ. برافو. شعرك جميل. وما فكرتيش تعملي أغاني أو حاجة جنب الشعر؟ يعني بحاول بقى، هخطو خطوة جديدة إن أنا أكتب أغاني وأكتب قصص. يعني هحاول أعمل أي بداية عشان أكمل بقية الطريق. إن شاء الله إحنا هننمي موهبتك ونساعدك ونوفقك في موهبتك ديت، ونكون إن شاء الله جداً الشعر بتاعك يعلى أكتر من كده ويزيد وتنزلي في الجرايد شكراً جداً لحضرتك وللبرنامج، وأنا سعيدة جداً بوجودي مع حضراتكم هنا. وإحنا سعيدين بيكي. يا رب تكون بداية خير ان شاء الله للجميع. ويسعدني جدا 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 وجودي مع حضراتكم. ومستقبل ان شاء الله خير من مره. ماشي، اوكي، تمام. شكرا لحضرتك وميرسي جدا للبرنامج وللدكتور ايمن الشرقاوي ولكل المقيمين على هذا البرنامج. ميرسي جدا لحضرتك، وشرفتينا وشرفتي البرنامج. شكرا لحضرتك وللبرنامج. سلامات.